لو الحكاية فيها إن فيتو رشيد. أنا لي مطالب في عهد الرجل المحترم سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما ينفعش يا سعادة الرئيس في دولتك دولة الأمن والأمان يبقى البلطجة بالطريقة دي، إن ياخدوا واحد يجردوه يسحبوه من المحل يسحلوه ويقطعوه بالشواتير ويهرب منهم، يهرب في بيت يطلع في الدور الثالث ما يلاقيش مكان يفط من على الأرض، يطلعوا كذا واحد يضرب عليه نار زينا هو يا أولاد، يضربوا عليه نار ويقطعوه يدوس عليه بالتوك توك رايح جاي ويسحبوه كما ولدته أمه، وعمالين وهم بيسحبوه عمالين يزغدوا فيه.